وما يزيد عن 98% من سكان جنوب السودان صوتوا لصالح الانفصال عن الشمال. الإعلان عن النتائج رافقته احتفالات في جميع أقاليم الدولة الحديثة، حيث خرج الآلاف إلى الشوارع للاحتفال. الرئيس السوداني عمر البشير أعلن قبوله بنتائج الاستفتاء واحترام خيار السودانيين الجنوبيين في الانفصال، وأكد التزام بلاده بالحفاظ على الروابط بين الشمال والجنوب. وعن التحديات المستقبلية للدولة الحديثة يقول وزير الثقافة والتراث لجنوب السودان: التحديات المباشرة تكمن في كيفية حل القضايا العالقة وديا بين الشمال والجنوب بخصوص أبيي وحول ترسيم الحدود، وكذا الترتيبات حول البترول والنقود والمصارف، بالإضافة إلى الديون والأرصدة والمسائل المتعلقة بشروط المواطنة. الاستفتاء على استقلال الجنوب يعد من أهم عناصر اتفاق السلام الذي أبرم في 2005 منهيا حربا مدمرة استمرت لعقدين بين الجنوب الذي تسكنه غالبية من المسيحيين والشمال الذي تسكنه غالبية مسلمة.